أزبك ولا أيبك؟ أزبك أزبك. أزبك 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 ابن طقطق. فأزبك بنى قصر هناك في هذه المنطقة، هي كان اسمها وش البركة أو وجه البركة. بنى قصرا ثم مسجدا، وبدأ الأمراء يقلدونه في هذا المضمار حتى اتسعت العملية وانتشرت هناك دور اللهو والغناء وكل ما حدث في ذلك الوقت من ترفيه ولهو وموسيقى، وشعراء كانوا يتناقلون أشعارهم في هذه المنطقة. طب قبل البعد التاريخي، انا يعني حابب لو كان يعني في رابط ما شخصي ما بين حضرتك وبين المكان، يعني هل مثلا برضو فكرة الحصول على الكتب، الرابط الشخصي عندما ولا كنت حضرتك ما طالبا، رحتش جبت كتب من هناك؟ لا ازاي، عندما كنت طالبا في كلية آداب جامعة القاهرة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، كنت دائما ما أدخر القروش القليلة التي أمتلكها وأذهب إلى سور الأزبكية لأشتري، وهذه الكتب نفعتني حتى الآن وأنا أستاذ أستفيد منها. ما اعتقدش انه محدش ما مرش بالتجربه ده يا دكتور، لا التجربة كلنا عملنا موجودة، كده. وجبنا أمهات الكتب المقريزي والقلقشندي وابن واصل وكل الكتب القيمة ذات القيمة العلمية الكبيرة كنا نشتريها بقروش.